الاهلي في دوري اليد، نروح للهاندبول ودوري اليد. الاهلي بيبدا مشواره مع نادي طيران بكره في ارض النادي الاهلي، اول مباراه للمدير الفني الجديد اولا لاندجرين. المشوار هيبدا بكره، الماتش في صاله الامير عبد الله الفيصل بدون جمهور زي ما احنا شفنا من شويه. دي جوابات. الاهلي لعب اربع مباريات وديه مع اصحاب الجياد وسموحه والاولمبي ماتشين، والحمد لله ما شاء الله عليهم كسبوا الاربع ماتشات. الاهلي قدر يدعم صفوفه باربع لاعبين، احمد عادل ومحمد جمال وباهر البدراوي وعبد العزيز ايهاب. ان شاء الله نتمنى من فريق كره اليد من اول يوم، الجمهور بيحب اللعبه دي، الجمهور بيحب كل الالعاب، لكن لعبه الهاندبول دي عنده بقت فيها كلام كتير. نتمنى اللعيبه تبقى عارفه من اول يوم احنا على طول ان شاء الله باذن الله نتمنى موسم قوي جدا لفريق كره اليد. هنروح لناشئين كره اليد مواليد 2000. الاهلي بيفوز على نادي هليوبلس 29-25 في دوري اليد. المباراه اتلعبت امبارح في هليوبلس الشروق، وقدر النادي الاهلي يفوز 29-25. كان اول مباراه للنادي الاهلي اتعادل مع نادي الطيران 25-25. سيدات اليد، نروح لسيدات اليد وبيستعدوا لمواجهه هوليليدو ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث اللي جاي. الفريق الاول استعداد قوي جدا للموسم الجديد ما بقياده الكابتن ياسر صلاح. هيلعب مع نادي هوليليدو ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يوم الثلاث. والاهلي بدا في اول جوله مع نادي الزهور وكسب 35-19.